كما أكد سعادة سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين على ما تشهده المملكتان الشقيقتان من تعاون وثيق وتنسيق مشترك لدعم المصالح الثنائية على الصعود كافة. احنا الترسانة القانونية اللي كتنظم العلاقات المغربية البحرينية وصلت تضم الآن حوالي 70 اتفاقية ومعاهدة ومذكرة تفاهم. احنا شهدنا في بداية السنة هذه يوم 25-26 الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة اللي استضافتها مملكة البحرين بالمنامة، وتم التوقيع على اتفاقيات جديدة. الجديد في الأمر هو أنه أصبحنا واعين الآن أنه لابد أن نركز على قطاعات استراتيجية ذات أولوية بالنسبة للبلدين، نطلع شوي من قطاعات تقليدية مهمة ولكن تبقى تقليدية ونمشي لقطاعات أخرى تكون قطاعات استراتيجية عندها أولوية ممكن نعمل فيها مشاريع وبرامج قابلة للإنجاز ولها الوقع والأثر المباشر على المواطنين وعلى علاقة وعلى الوضع في البلدين وعلى العلاقة بين البلدين.